حياكم الله مشاهدينا الأكارم في حوار السلطة لهذا اليوم. هل الانغلاق السياسي سيؤدي إلى أزمات متراكمة جديدة؟ البعض يتحدث على أن هذا الانغلاق طبيعي في ظل الظروف والأزمات الموجودة في العراق، والبعض الآخر يقول نحن مقبلون على عاصفة سياسية قد تكون في الأشهر القادمة نتيجة الخلافات السياسية الموجودة وعدم التوافق. الاستقرار السياسي هو مجرد استقرار نسبي وليس دائمي. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، ورحب بضيوف حلقتي لهذا اليوم هنا في استوديو السيد النائب هيثم الزرقاني النائب عن تحالف الأساس. حياكم الله ومرحبا بك سيادة النائب. وأنا أعرف أنه أنت نائب مستقل يعني. ولا زلت مستقل بالمناسبة يعني بعد ما تكمل تقديمك. هسه حاسألك بالبداية، وأيضا أرحب بضيف السيد أحمد الياسري مدير المركز العربي في استراليا. حياك الله سيد الياسري. تسمعني؟ سيد الياسري جيد، إذا كنت تسمعني خليني بالبداية أرحب مرة أخرى بالسيد النائب. نائب مستقل، وين رحت التحالف الأساس؟ تفاجأتني هنا بالدخول بالاستوديو يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي أستاذ نصير العوام من خلال برنامجكم قناتكم الموقرة قانون العفو برنامج السلطة. أرحب بالجمهور الكريم المشاهدون. نعم، هيثم الفايد الزرقاني نائب مستقل باعتبار أنه تحالف الأساس هو كله تشكل من مستقل. مجموعة أخوة مستقلين رأوا في أخيهم الأكبر السيد المحسن مندلاوي أن يكون رئيسا على هذا التحالف، والحمد لله اليوم أصبح بالتحالف مستقل. لنا القرار الحر الفردي، لنا مساحة العمل الخاصة بنا، أيضا إلى هناك مشتركات نشترك بها كأخوة مشتركين في تحالف الأساس، ولنا رأي مشترك ولنا رأي مفردة في كل قانون، في كل فقرة تطرح وفي كل اختيار شخصية لنا حرية الرأي، ولذلك نفتخر بأن نكون مستقلين في الرأي مجتمعين في المصلحة يعني البلد. بعد ما كتلة اسمها مستقلين في مجلس النواب؟ لا أكو عندنا بعض الكتل الناشئة صغيرة أمثالنا يعني اسم عنون عدمان المستقلين. جيد، الآن فعليا نعيش مرحلة انغلاق سياسي، لو تقدر تسميه هو استقرار سياسي لو هدوء سياسي مؤقت، بس بالواقع لما تجي تشوف أكو اختلاف كبير في وجهات النظر حول مشاريع القوانين، اختلاف في وجهات النظر في القرارات اللي تصدر من الحكومة في كثير من القضايا. أكو موضوع مهم جدا، موضوع الرئاسة وغيره كله لغاية الآن هذه ما انحلت، نتيجة شنو؟ نتيجة الخلافات اللي موجودة، الانشقاقات داخل الكتل الموجودة، فهذا بالأخير أنه انغلاق سياسي حتى مو استقرار مؤقت. من حقك كإعلامي أن يعني على قولتهم طلع الطاقة المكمنة داخلنا بهذه العبارات الجيدة الجميلة من حضرتك. الانغلاق ليس بمعنى الانغلاق وقطع الطريق على التواصل والسياسة، بالعكس اليوم أكو جلوس كل الطرفين المختلفين في اختيار الرئيس اللي هم الأخوة في عزم وحسم وأخواتها، وأيضا في الجهة الأخرى تقدم بحسم ملف اختيار الرئيس. شوف نجلس مع بعض، لكن عندما نتصل إلى حد انتخاب رئيس البرلمان يصير مشكلة، أي طرف يحس نفسه أنه ربما سيخسر الجولة يتجه إلى افتعال نقدر نقول العركة حتى تنتهي الجلسة ويأمن على أنه عسى ولا عاد يكون هناك حوار. اليوم لحد هذه اللحظة أكو توافق كبير على اختيار شخص واحد برلمانيا، ولو الآن أنه صير الاجتماع أو الجلسة باختيار برلماني يعني ليس كتلوي، راح تشوف اليوم تنحسم ملف اختيار الرئيس. الانغلاق السياسي ليس بهذا المستوى، إنما نقدر نسميه انغلاق كتل على بعض، وليس انغلاق سياسي على مستوى سياسة وبلد ومجرى عمل البرلمان. اليوم عمل البرلمان في فترة أوج القوانين اللي شرعت، القوانين اللي كان عليها خلاف وقوانين كانت معطلة وقوانين مؤجلة، اليوم الحمد لله يعني قوانين كثيرة شرعت، أنا ما راح أذكر أسماء حتى لا أدخل في التفاصيل الدقيقة، لكن بصورة عامة كل القوانين اللي عليها جدلية سابقة شرعت، وعندنا قوانين أيضا عليها جدلية الآن ربما تمضي إلى أن تقار وتمضي بالاتجاه الصحيح. قوانين حساسة، قوانين عظيمة كانت، قوانين يخاف أن تشرع اليوم شرعت، فمعناها أنه الحاضرين ماضين وقادرين على أنه يشرعوا القوانين، لا يتعطل منصب الرئاسة على تشريع القوانين. البرلمان ماضي وجاري
وبإدارة جيدة جدا، كأنه الرئيس موجود طبعا، لأن رئيس كتلتك سيد المندلاوي طبعا بتقول إدارة جيدة وتغازل السياسيين وتغازل الإعلاميين. أنا قلت لك أنت دائما تهيج لحتى نطلع ما بداخلنا، كأنك تهز اشتمونه خلية النحل حتى يطلع النحل باتجاهك وتصريحات. صحيح صح المندلاوي هو اليوم رئيس كتلة السياسية، لكن بالنتيجة ليس بكلام فردي هذا، يعني تقدر اليوم أنتم حتى إعلاميين مشخصين. قلت لك إذا أنا نعدد القوانين ربما يقول أنه أنا مثلا قانون خدمة طائفة دون طائفة، لا بالعكس قوانين عامة، شرع قانون المخابرات، قانون الأمن الوطني، قانون اليوم قانون العشد، هذا قوانين عامة. أكو قوانين خاصة عندنا، قانون الجندر اللي خافوا حتى يكشفون عنه والبغاء اليوم شرع. أما أكو قوانين خاصة طائفة دون طائفة تفتخر بها طائفة دون طائفة أو مجموعة دون مجموعة، هذا من حق المجموعة الكبيرة. أنا حرجع لمجموعة القوانين الأخرى. خلينا أنا حضرتك نرحب بالسيد أحمد الياسري مدير المركز العربي في استراليا، حياك الله سيد الياسري. وأود أسألك في قراءتك وفي ما يعني متابعاتك، وأنا أعرف جيدا العمق بالمتابعة والأشياء، هل ممكن أن نقول نحن في انغلاق سياسي، أو كما وصفه السيد النائب هو انغلاق كتلوي فيما يخص بين الكتل السياسية فقط؟ طيب سيد احمد، يبدو هناك مشكله في الصوت، خلينا اعالج الصوت وارجع لك سيد احمد اذا تسمح لي. جيد سياده النائب، طبعا من حسن حظي سيد احمد ما عنده صوت حتى اخذ راحته. ما ادري، احيي من خلال قناتكم اذا يسمعنا. حيا الله سيد احمد الياسري على ما سمعنا عليه رئيس المركز. يمكن الصوت صار واضح الان. جيد سيادة النائب، ليش هو انغلاق بالكتل السياسية مو انغلاق سياسي عام؟ قلت لك باعتبار أنه اليوم لو شوف عندما تعقد جلسة تشوف كل الكتل السياسية موجودة، مو مكتملة لأنه دائما النصاب ما يكتمل 330 نائب، بس من نتيجة كل الكتل التقدم وحسم وعزم وكردستانيين اثنين محاضرين والطائف والكتل الشيعي الكل حاضر، فهذا ليس انغلاق سياسي، يعني ما كتلة غائبة أو مقاطعة، وإنما فقط هو أكون غلاق ما بين الأخوة من استحقاقهم كسنة، أكون غلاق. أنا إذا أحكي على قضية الرئيس فقط سيادة النائب، أنا إذا أحكي بشكل عام لما تجي الآن، هسه خلينا نكون واقعين، المطبخ مو بالبرلمان، المطبخ موجود عند القيادات السياسية، القوى السياسية، صح؟ الزعامات في ما بينهم اختلاف وانغلاق سياسي. راح تخليني أنزل عن التبليط. يلا انزل عن التبليط. يلا انزل. خذ راحتك. بالمناسبة كنائب جديد ناشئ كقوة ناشئة، أنبذ وأجب وأكره ما يدار خلف الكواليس. حلو. باعتبار أنه اليوم مو من حق 7 أشخاص إلى 11 شخص، مرة ما تقول مثلا في الإطار التنسيق، ومرة ككتلة شيعية مثلا كبيرة يجتمعون مع بعض، ومرة مرات إدارة الدولة اللي حاضرين الكردستاني والسنة العفو الديمقراطي والاتحاد وقوائم سنية ممثلين لهم في إدارة الدولة ويقررون ما يمضي. هذا خطأ وليس يعني ديمقراطية ليس مكتملة. زي. أنا أقدر أسميه. هم مزعجيكم. لا يأثر قرارهم عليكم. لا إحنا ما مأثرين علينا. زي. حقيقة ما مأثرين علينا. باعتبار قلت لك إحنا ككتل ناشئة جديدة لنا حرية العمل والرأي، مأثرين على كتلهم. وأيضا هم أبشرهم خاف ما وصلت لهم الأخوة القادة البعيدين، أخواننا وزملائنا وسابقيننا في العمل السياسي، لكنه كل مو كل ما تردونه يجير. والدليل على ذلك كثير من الكتل أشارت على سين من الناس انتخابك رئيس برلمان، وشوف أعضاء ومنتمين لهم راحوا إلى صاد. فأقلهم أنه اتركوا حرية الاختيار إلى نوابكم،
أعطوهم مساحة من نعم لا بأس، لا بأس بالمشورة، لا بأس أن تكونوا مستشارين السياسة وليس إدارة الدولة. يعني الفرق بين المرمرات أنه إحنا نستعين بسادة وأخوة كبار أنه وسبقونا في العمل السياسي كانوا يكون مرشدين إلى أخوانهم وليس جابرين، وتروح بهذا الاتجاه وإذا مرت بهذا الاتجاه ترى أنت عليك كذا من أمور. هذه لو يتركون هذا الخط وهذا المقولة يمكن نشوفهم هم يصلحون مستشارين وليس لإدارة الدولة. لا هم يديرون الدولة. حكيتها بعد ليش تتراجع بها؟ إيه لا عادي جدا ربما إحنا نستشيرهم كسابقين، نستشير حتى اللي مو داخل الآن. بالنسبة اليوم أستشير حتى بعض النواب سابقين خارج البرلمان الآن في بعض الآراء، هذا شلون بديته وشلون انتهيته وليش وقفت، هذا شيء إيجابي. لكنه موجه كنترول عن بعد، هذه اللي إحنا ما نتمناها حتى على إخواننا النواب أنه يرفضون هذا. جيد، ده تصير حالة، تتحدث عن نقطة جدا مهمة سيادة النائب، ده تصير حالة فرض القرار من قادة الكتل السياسية على نوابهم، ما أقول يتبردون لكن هم بدأوا يتخلصون من هذا القيد، بدأوا يطلعون من كتلهم يروحون إلى الكتل أخرى. تشكل عندنا كتل هذا، ولذلك قلت لك أنا الرسالة واضحة أنهم أعطوا مساحة عمل واختيار إلى نوابكم، لا بأس بالتوجيه، لا بأس بالنصح، لكنهم مو بحد الأوامر، لأن حد الأوامر أنت إلى متى يعني مبتعد عن العمل، لا تكونون كهنة معبد يعني بالمعنى الآخر. بالضبط، أي هذا اللي أقصده. جيد، خلينا نشوف ذا سيد أحمد الياسري الآن صوته، تسمعني سيد الياسري؟ يلا احتاج دقتين سيد الياسري، اليوم أنت اليوم لا اليوم يعني نائب جديد ونائب ناشئ ورايح التحالف الأساس، أمورك زينة وحظك زينة والجو كله لك، وأنت تستاهل. رئيس البرلمان رئيس كتلتي، ورئيس البرلمان رئيس كتلتك، وأنت تستاهل. شكرا يعني تقديرا بصراحة لك كشخص أنا كتقدير لك أنت تستاهل. متفضل حبيبي. زين، هذا الانغلاق أو الانغلاق الكتلي ما راح أقول السياسي اللي موجود، وين حيودي بقادة الكتل إذا بقوا هيك يفرضون شخصياتهم على نوابهم وقرارات، و90% برأيي الشخصي يمكن تأيدني بهذه النقطة، 90% من قراراتهم اللي فرضوها لا تتفق تماما مع بقية الكتل ومع آراء نوابهم بالضبط. نعم أتفق معك بهذا القرار، أقول لك إنها اليوم أنا يعني أنقل هذه الرسالة وإن شاء الله هم يستمعوا لها، إنه استمعوا إلى نوابكم، استمعوا إلى آراء، عقدوا اجتماعات كثيرة، مو كل ما يدار في الأروقة هو موجود في البرلمان، رؤياكم ما جاء تطبق 100% وهذه حالة إيجابية احنا نفرح لها حقيقة نفرح لها. ليش تفرحون لما تطبق رؤيتهم؟ نعم ما تطبق رؤيتهم لأنه ربما هم أساسا يعني عندنا إذا يقولون هم إدارة الدولة كثير من الكتل ما موجود تمثيل لها تحت إدارة الدولة، كتل ناشئة كثيرة عندنا مثلا إشراقة كانون الأخوة لا موجودين في الإطار ولا موجودين في إدارة الدولة، صح، كتل ناشئة صغيرة مستقلين، كتلة وطن ما موجودة لا في إدارة الدولة ولا أكو كتل راحت إلى رئيس الوزراء قالت له شبك لبيك إحنا اليوم شو تريد إحنا نقول لك وحاضر وتدلل وتأمر أمر وعناوين كثيرة واليوم شو ما يريدون رئيس وزراء هو صح هو لا يسأل، وحتى لو الجسر بيطسه قالوا له الجسر ما شاء الله مرمر جسر بانحراف لا جسر مستقيم 100% ما عدى عداد ولا سوى واحد قبلك، فالنتيجة أكو موجودة هذه الكتل. فأنا أقول ربما أنه يتجهون إلى التنفيذ أكثر ما يتجهون إلى لكم ككتل. جيد، باقتناع أداء رئيس الوزراء بدون مجاملة؟ لا بدون مجاملة، قلت لك إنه إحنا اليوم هو مدى عنوان القناعة، قناعتك بينك كشخص لو كعمل. إذا تجي كعمل المنهج الحكومي اليوم اللي صوتنا عليه إحنا إيش كثر منطبق من عنده وإيش كثر ننفذ وما مقدار وتخفيض النفقات وين رحنا وتعظيم إيرادات الدولة وين؟ إحنا بنجهر الإعلام ونجيب الورقة والقلم وحقيقة وقانون وكل شيء. روح اليوم عندك لو تستضيف مثلاً أخوة في التخطيط الاستراتيجي لهم كلمة ولهم رأي. إيه؟ أنا اليوم كمراقب في الشارع وأيضاً الناس مراقب في الشارع مو هو هذا الإدارة الحكومي. محافظة على محافظة يسمونه كتلة على كتلة موجود هذا الحكي. موجود رواتب مثلاً تخصيصات كردستان وصلت على أتم وجه، وتخصيص المحافظات اليوم الحد احنا اليوم موازنة 23 لحد الان ما اكتملت واحنا اليوم منتصف 24 فكيف انه قمت نكمل 24 حتى نسوي حساباتك الختامية لكل سنة؟ يعني فعليا يقول لك الموازنة بها هدر كبير وبها فلوس ضائعات ما ادري 10 مليار ما ادري وين هي هي الضائعات هذه اللي نتكلم عنها نريد نحس بها وين؟ وينهن؟ لا وزارة مالية قررتوها انه التقارير اكو مفروض تجي تقارير بين اللجنة المالية بين الوزارة المالية واللجنة المالية مضبوط هذه التقارير صدق يمكن أغلب النواب ما يعرفون بها
لا هي الوزارة مكملتها بالأرقام الحقيقية والمكشوفة الواضحة ولا حتى اللجنة المالية تعرضها علينا كنواب أخرهم زملاء في داخل اللي قاعد يصاتر وتسريب عبارة عن تسريب مو لجنة مالية تعد تقاريرها بأنه إحنا راقبنا مدى تنفيذ الحكومة من الموازنة هذا تسريب ترى يطلع مرة مرات نأخذها من الإعلام زين نائب يعني حقيقي لو مو حقيقي مو أنا أقول لك إياه هذا حكي أنا هذا أعتبرها طشة بدل ما تقول مو اسمها طشة طشة إعلامية قاعد أقول لكم إنه التقارير اللي تصدر من وزارة المالية إن كانت تقارير شهرية أو فصلية أو سنوية مو تروح للجنة المالية لا لجنة المالية مثلا تعد مسودة مثلا تطلع عليها النواب تعقد عليها ورشة اللجنة المالية هم ما جت تعرفها كل ما نعرف من خلال إدارة المالية للدولة هو عن تسريب إعلامي لو تسريب وثيقة هذا اللي قاعد وين شفافية ماكو شفافية لا ماكو شفافية اي ماكو شفافية بالعب اذا النائب ما يعرف هاي مصيبة اي نعم مو بس انت وزملائك الاخرين ممثلين عني وممثلين عن الشعب بهذه القصة صحيح انا اقول لك اياها بصراحة اي بصراحة اكثر من 70% من النواب ما يعرفون التقارير انه اللي يسمونها تنتشر مالة الحكومة يعني فلوسنا بنعرفها وين تروح إيه من يعني اذا باقي عادي طبيعي يعني مثلا انا اقول لك اياها مثلا من تطلع عندنا الحكومه مثلا حولت كذا مبلغ الى مثلا كردستان الحكومه حولت كذا على جسر هذه معروفه لانه ما تقدر تضمن الباقيات انا يهمني الدنيا فين الباقيات وين إيه هنا الباقيات وين حجم الانفاق وين حجم اللي يسمونه الكساد الاقتصادي وين العفو لا يسمونه اللهم صل نسيت التضخم التضخم المالي وين هذا ايه الارقام ما عندنا ارقام بين رقم ورقم شوف اكو فتقاب ومسافه اه اي نعم كثير وين شكيتوا هسه بالمبلغ المبالغ اللي بالنسبه لكم غير واضحه وين بالضبط في اي قطاع مو المشكله عندنا قلت لك مثل ما صرحت عندنا هي القطاعات هي كل القطاعات التربيه كل القطاعات ما بدنا كل القطاعات اليوم كل الوزارات تعاني تقول ما جات تجيني الموازنة اربع وزارات خمسه خاصه الوزارات اللي هي ما عندها ايرادات ماليه ايه؟ الوزارات الفقيره نقدر نسميها المعتمده على الموازنه او معتمده على وزاره الماليه اليوم عندهم عجز حتى بالصرف وقودهم معداتهم الياتهم ورقهم ما عندهم جيد خلي يروح حتى مايهم حتى الماي حتى الماي الوزراء يشربونه من جيبهم هسه ايه ها شو مسوي حكومه السودان العاد والله هذا نكون يسال اللجنه الماليه وتسال الحكومه التنفيذيه اوف ايه هيك وصل المرحله وصل فلوسنا ما نعرف فيها وين يعني مو ما نعرف لا والله ما تعرفوا بها وين سياده النائب والله خليها بيناتنا يلا ما حد ما يدري حياك الله سيدي الياسر اذا كنت تسمعني الان بشكل واضح اسمعك يا حبيبي حياك الله ارحب بك مره اخرى وتحيات سياده النائب سيد هيثم الزرقاني الى حضرتك واسالك هل بالفعل يعني يمكن سمعت سؤالي لكن اكرر على حضرتك مره اخرى احنا بانغلاق سياسي بانغلاق لكتل سياسيه فقط احنا مقبلين على ازمه سياسيه وفق المؤشرات الموجوده ام سيستمر هذا الاستقرار للبعض اللي يتوقع انه استقرار سياسي مؤقت او استقرار سياسي دائم شوف استاذ نصير ما انا تسمعني ولا لا انا جماعه اسمعك اسمعك واضح اوكي احنا عندنا العمليه السياسيه بها ثابت وبها متغير نعم الثابت هو ان العراق الان برئيس محافظ يعني هو اليمين الشيعي يحكم هذا بالمعادلات يعني حتى ما اخوض بالتفاصيل بس مانشيتات فلا توجد حركه برلمانيه اصلاحيه بالنظام السياسي العراقي حاليا في هذا الوقت يعني بزوال المعارضين يعني سواء الصدريين طبعا اجبروا على الخروج صحيح هو قرار خاص بالصدريين ولكن انسداد لمده عام يعني اجبروا وما كانوا يعتقدون انه الدوره البرلمانيه ستقيل نفسها وتصير انتخابات حلفاء الصدر ايضا تقريبا ازيلوا من المشهد يعني الحلبوسي بس ما نريد احنا ندخل ايضا بتفاصيله بالنتيجه هو غير موجود الان الاخوه من حزب الديمقراطي الكردستاني يعني وصلت الى مرحله يهددون بمقاطعه حتى الانتخابات الداخليه لبرلمان كردستان ف يعني لك ان تتخيل حجم الانقسام والضغط الذي باختصار هو رئيس محاوله يحكم العراق الان المتغير في هذه المعادله فقط السوداني فهمتني شلون؟ يعني السودان خرج من كتلة محافظة ولكن طرح أجندة إصلاحية حقيقة ركز على موضوع الـ يعني الخدمات الهم الذي يعيشه الشارع المواطنون العراقيون يشعرون
انهم يعني دوله غنيه ولكن امكانياتها فقيره، لا توجد خدمات بها بسبب الفساد، بسبب بالنتيجه بسبب الاخفاق السياسي بشكل عام يعني. فالسودان اعطى يعني شلون ابره مؤديه مثل ما خلينا نقول، فهمتني؟ ولكن متغير السوداني هو لا يعني استقرار بالمشهد السياسي العراقي، هناك عوامل اخرى يعني حالة الانقسام يعني الآن أصبح الدور المحافظون انقسموا فيما بينهم، يعني مع زوال الصدريين وجماعتهم الدور بدأت تظهر الأجندة الداخلية لطار التنسيقي. شاهدنا حالة من الانقسام بين الكتلة، انقسام في داخل البرلمان وهي أسوأ دور، أنا أعتذر طبعا من الأخذ معها، ولكن حقيقة كمراقب ومهتم بالشأن العراقي أنا أشوف الدورات البرلمانية أسوأ دورة برلمانية هذه الدورة. يعني ماكو دورة طيب. برلمانية بلا رئيس يعني يعني وين صار يا برلمان بالعالم؟ أسوأ الأخ نائب شي يقول لك أستاذ أصير يقول لك وهي في أحسن حال وكأن الرئيس موجود. يا أستاذ أوكي ما عندنا مشكلة عاش إيديكم، بس جيب لي برلمان ما بي رئيس شلون يعني ما ترى ما قضية يعني مش فقط إدارة ولكن قضية اعتبارية رمزية قوة البرلمان برئاسته بلجانه بقدرات التشريعية. الحكومة الآن أقوى من البرلمان وليس البرلمان أقوى من الحكومة، وفي حين احنا في بلد برلمان يعني المفروض كل شيء يخرج من البرلمان. المجلس العمومي البريطاني يعني مثلا في النظام البريطاني على سبيل المثال يعني المفروض احنا دولة برلمان، ولكن الحقيقة البرلمان انقسامات داخلية حصلت بعد يعني فترة امتداد فترة الانسداد، ثم الحصار لموقع رئيس البرلمان. السنة حصل عندهم مشكلة داخلية أيضا مدعومة، وهذا الدور هذا تشوف الإخفاق البرلمان اللي يشير له. الآن أنت جاي تسمع الإقليم السني دعوات الإقليم السني، هذا من مسببات ترى الإخفاقات الأمنية ومحاولة إدخالنا بحرب مع إسرائيل باستهداف متكرر يضرب الجولان العراق. وين صار غير دولة اللي بها رأي أمني مزدوج، فهمتني شلون؟ وين الاستقرار السياسي؟ ولكن هناك حالة من الهدوء الشعبي وهناك متغير بداخل كتلة المحافظين مرتبط بالسوداني، وهذا المتغير قد يعني قد يزول إذا فشل السودان بالملفات الخدمة يعني ينتهي يعني. والرهان على هدوء الشارع ايضا قد يزول، الصدريين ذاك اليوم مظاهره واحده يقلبوا لك العالم والدنيا كلها، فهمت شلون؟ فالعراق الان اضافه الى الثنائيه الامريكيه الايرانيه وحرب غزه، واحنا ترى يعني انا حتى في تصريح لاحدى الوكالات الدوليه قبل لا ادخل مع حضراتكم بساعات كنت اتوقع انه ممكن يستهدف مطار بغداد، ممكن تضرب البنى التحتيه اسرائيليا يعني اذا قصد ليش ممكن يعني تضرب البنى التحتيه والمطار ليش؟ شوف معادله توحيد الساحات اللي طرحتها ايران، خلينا ناخذك شويه استراتيجيه، فهمتني شلون؟ توحيد الساحات اتت باثر عكسي، يعني ايران حاولت تضغط على اسرائيل لتحرير حماس واهل غزه، ولكن صار اثر عكسي. الان نتنياهو بدا لا يحترم دول الساحات، يضرب الحديده، يقصف الضاحيه بكيفه ويقتل قيادات حزب الله، يقصف السيده زينب، ضرب عمق ايران واستهدف هنيه. يعني هذا استهتار بالكرامه الايرانيه بالامن القومي الايراني، وحتى الاستهداف اللي صار بجرف الصغر الامريكان ما تبنوا تزامن مع الضربات الاسرائيليه. هذا يعني ان اسرائيل لا تحترم يعني هذا الاثر العكسي اللي احكي لك عليه. اسرائيل الان سياده النائب يقول ساحات متوحده خلينا نضربهم كلهم، فهمتني شلون؟ فالعراق يجب ان يتوحد البرلمان الان مع الحكومه العراقيه لتجنيب العراق. جيد سياده السيد الياسري، خطره بالشرق الاوسط. سياده النائب يقول على ماذا استند بانه ممكن انه اسرائيل تستهدف البنى التحتيه ومطار بغداد الدولي؟ يا سيد على ماذا استند اسرائيل تستهدف الضاحيه الجنوبيه في بيروت؟ ضربت بيروت، هي الحرب بيروت ولا الحرب بغزه؟ هذه الداخل. على ماذا استند ان اسرائيل استهدفت اسماعيل هنيه؟ ما صاير ضيف يجي بشكل رسمي وتعيين رئيس يعني استهتار. حتى امريكا معترضه على الموضوع ترى، يعني حتى الامريكان انا تابعت تصريحات
يعني انت متحدث باسم البنتاغون، متحدث باسم البيت الابيض، مراضين يعني بها كسر الاعراف وتحدي واضع استثمار في مساحه التحدي والقرايه مع ايران. منو كان يتخيلها ويتخيلها سياده النائب؟ فهذه دوله موتوره. الحوثيين واليمنيين معتمدين على ميناء الحديده، قصفوا دمرونا طلعونا قدنا اصلا. لذلك يجب من حينما ترى دوله يقودها متطرف يميني واقصى ويدعمه اقصى اليمين المتطرف في اسرائيل، دوله جماعه الافكار التوراتيه وانه اليهود شعب الله المختار ويجب الاباده يوظفوها باستاذ نصير. الاباده الانسانيه بنصوص دينيه توراتيه. جيد. هذا ما يفعله اليمين المتطرف. جيد. بصراحه سيد الياسري، سيد الياسر اقلقتني، بس خلي سيد النائب يرد على. لا مو اقلقتك. ها؟ لا مو اقلقتك. واقع؟ انا اقلق اكثر منك، هذا واقع. العراق اذا استهدف، شوف الصواريخ راح تجينا من ايران تروح على اسرائيل، منين تموت؟ لازم علينا. تمام ولا لا؟ تمام. اذا اشتركت الفصائل العراقيه واصبح لها قرار ذاتي بالقصف، تعرف شلون؟ من العراق، العراق سيقصف ما اراده له. نتنياهو قاعد يقول لك انا حاضر يلا قصف اشتغل نسوي انا جاهز. جيد. شو تقول له؟ لذلك يجب ان يتجنب العراق هذا الشخص المتطرف الموتور المسمى باسم نتنياهو، لانه يستثمر في الحرب ويريد ان يشعل حرب في الشرق الاوسط. واشعال حرب في الشرق الاوسط كل دول الشرق الاوسط ستتضرر من عنده، وعلى راسهم العراق الدوله المعتمده على النفط. اذا انغلق مضيق هرمز وانغلق ما البحر الاحمر انتهينا، يعني ما لا اكل ولا اجرب بعد. لا برلمان. جيد. خلي جاوبك سات. انت حطيت دونت بعد الملاحظات. دونت بس دخل شويه. ليش دخلت؟ يعني مثلا هو يقول دوخك حق لك البنى التحتيه مالكم حتروح، واذا صارت مشكله حتى بالسيد احمد الله يغفر لك ويوفقك ان شاء الله. يعني كيف انا اتجنب الارعن؟ اروح اقول له اخوي ترى انت ارعن يا ابن الحلال، انا مالي شغل يا اخي. من البدايه مو قلنا للحكومه، قلنا لك اتلك التالي تشلب حتى نرتاح. احنا من هي ليش اول ضربه لو اخر ضربه؟ صارنا كم سنه ننضرب؟ خلاص اذا ضرب لك المطار والبنى التحتيه انهاك خلاص. مو هي من الموقف السيادي، الموقف السيادي المترتب على الحكومه. الدوله العراقيه مسؤوله مو فصائل يا اخوي. يا اخي تجنب الحكومه بان ياخذ الجيش العراقي القرار الامني. خلينا ننطق مات الحكومه. الدوله العراقيه رئيس الوزراء. خلينا ننطق مات الحكومه وبعدين اعطيني مجال شوي لو سمحت. يلا. الزمنا الحكومه بتوصيات برلمانيه بالضربه الاولى قبل سنه ونص او نو مقاطعه مثلاً الأردن، توجيه رسالة حادة، تدوير المشكلة القضية، الذهاب للأمم المتحدة. هذه قرارات برلمان ألزمت الحكومة، والحكومة ما اتخذت أي قرار. هي من البداية اللي محترمك أنت ليش محترمة؟ ليش تتكفى شر الغير محترم من البداية؟ أيوة هم الفصائل. نعم. وش تريد يدرس سوت الإسرائيل أو النتنياهو؟ ندخل حرام. ليش على الأقل أفريقيا راح تجنب أفريقيا اشتكت. قال إذا اشتكت بالمحكمة، المحكمة بالنتيجة بالنتيجة موقف العراقي وين عن سيادته من حفظ أجواء إن كان على إيران أو إن كان على الأردن؟ يعني تعتقد هذا العالم كله حيهتم بالعراق؟ ما يخالف، مو هو الدولة محورية العراق، مو دولة سهلة. زين. يراد للعراق أن يستقر قرار دولي عالمي. صح. يسمونه. أنا ما أفهم. المصادر الطاقة كلها من العراق، الغاز اليوم الغاز كله بالعراق، النفط بالعراق، وين هو مثلاً؟ الخليج نكت كل حالة بعد ما بي. الاحتياط العالمي موجود بالعراق واللي قاعد ينتج المفروض، وهذا اتفاق عالمي. زين. البديل عن إيران العراق، البديل عن روسيا العراق هو. إذا ضربني البنى التحتية، ضربني المطار، يقول لك إذا سدك البحر المتوسط والبحر الأحمر وسواك جزء وضربها كذا وانت عندك نفط ويوقف نفسك بعد ما تأكل. لا أطمئنك. ايه؟ كل الحروب العالمية ما غلقت من مضيق هرمز. ايه؟ كل الحروب العالمية تعتمد على إيران، ما تعتمد على إيران. شلون هاي المعلومات؟ يمتى انغلق؟ يمتى سيد احمد مضيق هرمز انغلق بالحرب بالحرب العراقية الإيرانية؟ وين انغلق؟ الحرب العراقية الإيرانية وين انغلق؟ كم وش انا اسوي؟ اقرا سياسة، كل سلاح يجينا من وين؟ اقرا تاريخ سياسي. شلون ما انغلق؟ هسا انا من البصرة وابوي كان يجيب سلاح. هسا يقول شنو؟ انغلق في عهد الشاه.
لا عنا ولا انغلق يوم يمضي خمس هذه واحده نرجع للشان الداخلي. خلي جاوبك خلي اسمعني نرجع للشان الداخلي يقول هي الخدمات. هي وين الخدمات؟ انت تقيس خدمات جمهوريه باكملها من شمالها للجنوب على جسرين في بغداد؟ هذه اهم يقدر يرد عنها. لا هو قال لك نقطه جدا مهمه. جهودكم مشكوره في مجلس النواب بس عن اي مجلس نواب تتحدثون بدون رئيس؟ بدون رئيس هسه جاي انا يقول اسوأ دوره بدون رئيس. شلون اسوأ دوره بدون رئيس؟ وليش القوانين المعطله مو في زمن الرئيس؟ دوره الضربه الاولى مو زمن الرئيس، الانتهاك الاول مو في زمن الرئيس، كيف كان اكو رئيس وما اتخذ شيء؟ اصلا قاعد اقول لك اكو فرق بين اداء البرلمان وتشريعاته وبين انه اكو رئيس وما يشرع، فرق. اليوم عندنا تشريع مستمر ما واقف، حضور كل الكتل السياسيه سنتها وشيعتها وكردها وعربها واعجمها كلهم حاضرين اليوم بالبرلمان، ماكو تغيب اي كتله ولا اكو مقاطعه. زين المهم هسه يقول اعجم اليوم اي كل من يتكلم العربي هو اعجم. اي صحيح من هذا الباب مو عبالك فارسي لا تروح بين قوسين على اصدقاء خاف رحت. الحكومه اقوى من البرلمان. اي نعم الحكومه اقوى من البرلمان. كل الحكومات سابقا وحاليا يعني دائما يضعفون المؤسسه التشريعيه حتى لا تراقب، ودائما يسلط الهاله الاعلاميه البرلمان فاسد. هو يطيح كيبل مال الكهرباء يصح وين البرلمان، ما يصح وين الحكومه، ما يصح وين الوزير، وين يصح وين كذا. فتشاعد حتى اليوم حتى على مستوى المثقفين يصح وين البرلمان. هو بوري مال ما ينقطع وينكسر يفيض بالشارع يصح وين البرلمان. هو هذا دوره ودوره. انتم ما تجيبون لا رئيس وزراء ولا وزير تستجوبون او تقيلون، فلهذا يحطوه عليكم هو لو ممثل الشعب. هو لو انا يسمح لي الوقت ويا النواب بيكفي العدد يوميا استجوب، بس ما حد ما عندنا ما عندنا عدد يا اخي، ما عندنا عدد معارض حقيقي اليوم في البرلمان. سيد ياسر بس خلي يوصل فكرته واعطيك رخصه. استاذ احمد الراسي اللي بتوافق الكتل يخدم اليوم هو شيء يريد توافق كتل. حطك وقت الان. استاذ سيد احمد انت تريد اليوم توافق كتل حتى المواطن يرتاح، لو انا اروح لهم اشرع واخدم حتى يستفاد المواطن. انا اريدك تشرع، اريدك تشتغل. شو اشتغل؟ شنو شغل انا كبرلماني؟ غلاش التشريع. اقول لك كمل واجاوبك. يلا تفضل لك ديمقراطي سيدي هيثم الزرقاني. تفضل. لا بالعكس اقول لك عادي. شوف اولا انا خرجت من العراق حينما كان شرطي يحكم محافظة كاملة، فهمت يعني في عز زمن صدام. والله العظيم شرطي عزلنا كلنا زمن صدام أنا بالشوارع. يعني أنا كنت رجل محارب وهربت يعني والرصاص على 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 ظهري بالمنطقة الأهوان بالعمارة. فأنا يعني أتحسس التحول اللي بيصير بالعراق. أنا قاعدين مع الأخ النائب وهو يمثل جزء قريب 20-25 ألف شخص منتخبة، ولا تحاور بأريحية. أنا ما أريد أقلل من قيمته ويمثل الشعب. لك الكرامة لك الكرامة أبداً يعني. ولكن أنا متخصص وهو غير متخصص. هو متخصص في القضايا التشريعية وأنا رجل محلل معتمد بمحطات كبيرة جداً في القضايا السياسية. أنا أحلل السياسة بس ما أعرف أشتغل بالسياسة. هو يعرف أشتغل بالسياسة. فإحنا هذا الفرق يعني التنظير والتطبيق. اولا هو اقر هسه قال لك البرلمان ضعيف، يعني اذا احنا بالتفقيد. وهذه الدوره تحديدا استاذ الزرقاني يعني هذه الدوره ليش قلت اضعف دوره؟ مو لانه ما الحلب وزيد، لا، اولا بدت من سداد سنه كامله. شو نسوي البرلمان؟ لا شيء، عركات وطلايب وطاب وطالع وهوسه وما ما ما صار. اثنين هذه الدوره وزيلت منها الاغلبيه، هذا قرار تعويض الصدريين، قرار غير دستوري وغير قانوني. شلون وين اكو برلمان بالعالم تخرج الكتله الاغلبيه من عده وما يحل نفسه لو ما يجيب تعديلات؟ وين صار هاي؟ يروح يعوض الخاسرين. يعني هو برلمان الاغلبيه به الان خاسره، فشلون تقول لي شلون مو اضعف برلمان؟ فهمتني شلون؟ يعني انا اعطيك ليش اقول اضعف؟ أقول أضعف لعدة نقاط، مو نقطة واحدة مرتبطة بخروج الحلبوسي. بالعكس الحلبوسي حينما كان البرلمان أكثر ضعفاً، فهمت شلون؟ يجوز الآن قال ما بي رئيس برلمان في حالة توافق وكذا ماشي، بس بزمن اللي كان الحلبوسي موجود ممكن كانت تحدث يعني تشنجات تحدث. فأنا مو أتحدث عن الرئيس، أنا أتحدث عن ماهية البرلمان ضعيفة، فهمت؟ ولذلك استقوى السودان عليهم. السودان أول ما طب
للحكومه يفطر على الكتل ويتوسل بها، ويفطر على البرلمان وكل ساعه رايح للحلبوسي وراجع رئيس الجمهوريه ورايح للحلبوسي وراجع. هو الان سيد الياسر اذا تسمح لي عذرا للمقاطعه بس هنا، هو الان انت الان تأيد كلام سيد النائب، عرفت ايش قال لك بالبدايه؟ قال البعض يروحون لسيد رئيس الوزراء ويقولوا له الجسر زين وهو بيطسه، ما اعرف شنو زين، يعني هاي عمليه اللي يعني يسوي له حياه ورديه. استاذ نصير، انا جيت بالعراق من شهر ونص. نعم. فهمتني شلون؟ ايه. الموضوع لا متعلق بالجسر ولا بالجسر، اكو توجه عام، اكو نقاطه عامه متجهه لعمليه تطوير البنى التحتيه في العراق، مش الموضوع متعلق بالجسر والجسرين. نعم. يعني انا على هذا شو المحافظات؟ اكو عملية اهتمام بالمرور، السبيد هاي مال السيارة، هذا انا كنت اسميه الارهاب الابيض، قتل الناس. تعرفوا ايش قد سنة 2016 انا سويت تقرير لوكالة افار نيوز الفرنسية، 4800 عراقي قتلوا بحوادث السيارات. انا دا اشوف اكو اهتمام الان، يعني الثقافة والموضوع مو متعلق السودان لا صلح الكهرباء ولا سوى مشاريع استراتيجية، ولكن هو يعني جذب انتباه وضع السياسة على خط الاقتصاد، هذا اللي يحسب للسودان. بس إنجاز لم يحقق السودان حتى الآن إنجاز، ولكن أكو ثقافة البحث عن الإنجاز، هاي تحسب للسودان، ولذلك أنا وضعت قلت هذا المتغير وليس ثابت بمعادلة المحافظين. فهمتني شلون؟ فأنا اللي أريد أقول أضيف فقط رد على الأستاذ بما يتعلق بالحرب مع إسرائيل اللي طلعناه. أخوي سيادة النائب، مضيق رمز انغلق بال 83 بال 83 84 بالحرب العراقية الإيرانية، واضطر ريغان إلى قصف أسطول الحرس الثوري بالحروب، روح راجع اقرأ. مضيق باب المندب ب 93 غلقت اليمن بسبب الشحنات التي أرسلها لشهر دعم إسرائيل. لا، هاي المضايق كانت تغلق، فهمتني شلون؟ والآن بدأت يعني التحول بالخطوط الإمداد التجارة العالمية، يعني البحر الأحمر أغلق، جنوب البحر الأحمر منتهي، ما طلع سبيل، فهمتني شلون؟ بس عندك السعودية لأن من تبوك، من ميناء تبوك يطلعون، لأنهم بعد اليمن يعني، فيذهبون إلى قناة السويس ولا البحر المتوسط، والسيسي عرض قناة السويس للإيجار أو للبيع يمكن. جيد سيد أحمد، بس أريد عمد أروح للسيد النائب، هاي النقطة اللي بدك توضح إياها، لأنه بس هاي باختصار جدا نصير، بس حتى أختم. ولذلك المنطقة كلها متجهة، يعني هي حرب مفتوحة موجودة الآن، ولكن غير نمطية، غير مو حرب جيوش، حرب فصائل ممكن تتطور إلى حرب جيوش علقت بين إيران وأمريكا. ونتنياهو يريد يسحب، شوف الإيرانيين أذكياء، ما يريدون يدخلون حرب ويا أمريكا، فلذلك حتى ضرباتهم محدودة، يبلغون العالم إحنا جماعتنا عليك يا مشهد علي طاقة بالجولان من الرمادي، هاي شلون علي؟ زين بس وضح لهاي النقطة سيد الياسري، إذا مصر زحمة عليك زين ما قال من العمارة الضربة، زين ما قال من العمارة يوم من البصرة، ها حتى تكون دينكم يوم بالزايد، ها لا اخوي يعني قريبه على الحدود السوريه اقصد. زين مماراتنا ما وصلت مثل ما وضح لي هاي النقطه، لانه تهم السيد الزرقاني وتهمني وتهم الكثير. قلت في السؤال الاول، قلت من خرج من معادله الاطار هو السوداني، وفي حال اخفق في الخدمات قد يكون هو من يطيح بالبقيه الاخرين، هكذا توصيف؟ نعم. كيف؟ نعم لا شوف، هو شوف احنا قلنا معادله محافظين، اتفقنا قوامي يعني. نعم. انه رئيس محافظ مثل ايران بعد نهايه حسن روحاني، وهسه رجعوا الايرانيين، بوزيشكيان بالانتخابات الماضيه ازال مجلس الدستور، هسه رجعوا فاز. ليش؟ داخلوا المحافظين تشلبوا بالاصلاحيين. فانا اشبه، خلينا نشبه انا وياك السوداني، هو يعني بوزيشكيان للحظه العراقيه، بوزيشكيان لاطار التنسيق. فهمتني شلون؟ يعني يريد أن يخلق حالة من المصالحة، هناك تشنج، نحن غير راضين عن الإطار التنسيقي، الشعب العراقي الإطار التنسيقي بقوة فصائلية، شارع شيعي أحكي لك، ما له علاقة بالمكونات الأخرى، أكو عملية يعني ضرب لتشرين وقتل المئات يعني الآلاف من أبنائنا، هاي لحد ما حل الإطار التنسيقي، أكو عملية محاصصة تثبيت محاصصة واستمرار بالإخفاق، هذا أيضا يتحمل لائحة، تشوف الإطار التنسيقي تجمع رؤساء الحكومات السابقة التي لم تحقق إنجاز، كلها مجموعة من الإطار، فهذا
السودان يحاول ان يعني يخلق نوع من انواع المصالحه ويا الشارع الشيعي مع الاطار والشارع الشيعي، فهم يستخدمون بهذا الموضوع. ولكن ضمن يعني محددات اللايقه رئيس الوزراء يجب ان يبقى خليني اسمع الرد من السيد الزرقاني بهذا سياده النائب، يعني بما معنى انه بختكم بالسوداني، اذا طاح السوداني القوى السياسيه الشيعيه العظمى الكبرى بغض النظر عن المسميات هي حتطيح ورا واحد ورا تلو الاخر. طبعا انا ادعو انه القوى السياسيه الشيعيه القديمه كلها تطيح، خب بس ادعو كيف خذ طاحتهم خذ طاحوا يعني شنو المشكله؟ جعلنا متفقين خلاص خذ ما يوقف البلد شنو العكس سيدنا الله يوفقك. ثانيا هو فعلا هو لولا الانسداد السياسي بين كان فيه اوج التيار والاطار السوداني ما يصير رئيس وزراء. لو اكو توافق ما يصير رئيس وزراء، لانه هو حل الانسداد هو اجى، لانه تضعفون انتم كانت رئيس وزراء رايدها شخص المالكي قال انا رئيس وزراء، فاجوا ببديل قريب للمالكي السوداني، والان هم انقلب على المالكي، فبالنتيجه هو السوداني انقلب على المالكي. ليش يعني ما كما 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 انقلب السوداني على من ساعده بالوصول الى رئاسه الوزراء؟ هو كثيرين مو ساعده، اذا نعدد خان العهد مو اذا نعدد الاسماء كثيره كثيره الاسماء مقصوده ترى بينما بين الله كل واحد يلزمني يقول لي انا ساعدت السوداني كرئيس وزراء وبعد ما رد علي. واحد منهم اعلامي وواحد رجل دين وواحد مواطن عادي وواحد برلماني اليوم صح. مستقل موجودين كثيرين يعني واي يسولفون يقول احنا ساعدنا السوداني انه يكون رئيس وزراء. يعني برنامج الحكومي مالته وصل الى ناس علية قوم غيره وغيره، فالنتيجة كثيرين. نعم سؤال السوداني انقلب على المالكي. اي نعم يعني اليوم تعرفون انتم خلاف كبير بس التسعيد اذا راحوا قادة الاطار. اي طبعا اي لانه ما اكرمت النساء ان تلد العراق ولاد ما شاء الله هم جزء صاروا من الازمة ومفترض انه الان يجلسون يعطون المكان للآخرين. بدلاء هم ما عندهم جيل جديد يعني يرغد لهم يعني كل حزب ينشئ كل مفروض تصير عنده الجماعة الصالحة هم كإسلاميين موجودين مفروض يستعدون إلى بناء الجماعة الصالحة اللي تخلفهم يعني صالحهم بعد صالحهم وهذا بلادي عيت مالاتنا موجودة عندنا غير شخص جيد أخلق وراه شخص جيد يتعلم من عنده وباشر عقبه هذا يقول أنا كافي وصلت إلى مرحلة من العمر أنه أنا أكتفي بأبنائي بإخواني بزملائي الجدد هذا المفروض هي استلام وتسليم صح. هذا اللي نقوله بس هم ما يقبلون يغادرون ما يقبلون يعني لا الى المقبره يعني هو سبحان الله عندنا الى انه الى المقبره او الى الخرف ما عندهم واحد يتنازل عن الـ عن الـ عن يجعل من نفسه انه قائد ورئيس وزعيم حتى وهو بعيد ولا يطاع داخل البرلمان ولا يطاع داخل كتلته بس يرى في نفسه الزعامه موجوده هذه يعني للاسف شديد بس انا عجبتني هذه الروح الموجوده عند النواب مثل حضرتك والاخرين القوى الناشئه او المستقله اليوم الان تريد تتصدى للعمليه السياسيه وتقول لهم للباقي قاده القوى السياسيه تفضلوا صار لكم 20 22 سنه استريحوا احنا اجى دورنا خلينا نخدم الناس. لا مو المشكله لحد الان الخطاب اليوم الناخب اللي لحق يد اللي بصوته باختيار النائب ما ملحق على صدام ما يعرف صدام عنده اجاب الاعلام ما عاش الامرين من صدام مثل ما يقول السيد الياسر كان طلق الرصاص على ظهري واحنا كنا يوميا بالليل نتوادع عبرين الذمه خاف ما اشوفك باكر يا زميلي يا صديقي لانه التقينا وقعدنا في مكان خفنا ناخذ من الامن بالليل او من العزب اليوم هذا الجيل ما يعرف هذا الهج يراد تجديد خطاب تجديد خدمات وعي حوار بناء مثلا برلمان شباب بناء حكومة ظل للشباب خلي آلة رئاسة عند الشاب صحيح. الشاب هي أنه يكون رئيس باكر الشاب يكون برلماني هو بعد بينه نوع ظفور يعني أظافره ناعمة يكون هو بعده ينشأ اليوم ترى بينما بالأطفال هم سياسيين صحيح اطفالنا ينطونا تحليلات وينطونا اراء ويمكن حتى يعني بالتساوي ارانا اليوم العالم كله اصبح قريه عصريه واليوم النقال موفر كل شيء والمعلومات متوفره فضائيات محدث ولا حرج فاليوم لا يعتقدون بانه من يخطط يجلس في جلسه كل اسبوع اسبوعين يخطط الى انه يبنون مخطه مال 10 سنوات 4 سنوات 5 اليوم لحد هذه حكومتنا وين الخطة الخمسية وين الخطة العشرية وين الخطة بعد الأمد وين الخطط القصيرة الأمد هذا كله ما معروضة يقولون صار هالشكل اليوم بإدارة الدولة زين سيادة النائب هل تتوقع أنه بالفترة القادمة أو الانتخابات القادمة سيكون للقوى السياسية الناشئة والمستقلة أو من انسحب من نواب من هذه القوى أن يكون هي الراكز والعامل الأساسي لتغيير العملية السياسية مساهمة
مساهمة. بس بالنسيج المواطن الواعي هو اللي راح يحدد نوع، ما مختلفين، نوع بس انت طلع لي جيل شبابي سياسي باستقلالية وبما يفرض عليه القرار، حتى كل الناس موجودة وياه. قوانين الانتخابات ايه؟ اللي هي ما جاي تستقر ايه؟ يعني اللي ناويين تعدلوه، اللي ناويين نعدله، وكل دورة انتخابية لها قانون. هذه مشكلة. زين. يعني هسه لحد هذه اللحظة انا من اريد ان ابني لي فت كتلة جديدة او انا اريد ابني نفسي مستقبلا على العملية القادمة، عليها قانون. محتار هسه انا ايش كنيه لتعديل القانون. خب احنا ناويين لتعديل القانون، خب ما نروح على لسان كل شنو الفقرات اللي ممكن تعدلوها؟ يعني يرجع دوائر متعدده، يعني شفنا في الدوائر المتعدده حسب تشخيص المواطن، النائب قريب من المواطن، النائب نزل ميداني، النائب موجود، النائب متوفر، النائب موجود في بيته في مكتبه، ما يبحث المواطن على النائب كسابقاته. جيد. كنا يعني اذا اريد نلتقي بنائب كن ورا شهر شهرين، اليوم النائب موجود. أنا أتكعد هذا يخدم الناخب ويخدم وكانت تخدم في السمونة بعد تخدم مجالس المحافظات اللي أسف ما عملوا به أكثر من برلمان. سؤال أنا اللي أتمنى كفرد اليوم ايه؟ اليوم إذا أريد قانون، لو يكون قانون دائرة المحافظة الواحدة دائرة ودائرتين بس، بالنتيجة الصوت يموت بظهر صاحبها. زي. مو واحد يجيب لي مليون صوت يصعد لفد عشرة ما جايبين 4,000-5,000، في حين أبو العشرين أبو 30 أو بالعشرة ما يصعد. زي. لأنه هذا قانون. هاي السنة حتعدلون القانون لو السنة الجاية؟ ما أعرف لحد الآن ما مطروح. سيد الياسري، رؤيتك كل وضع العراق والمنطقة. شوف طبعا انا اوافق على ما تفضل به الاستاذ الزرقاني، الموضوع انه العراق يجب ان يحكمه الشباب. الحرس القديم فشل ذريع 100% حتى مع اسلام سياسه. الحمد لله عندنا اتفاق صفي جزء بس انا حقيقه رحت استاذ نصير ليش يعني اطرح مشاهدات عن العراق، لان انا صار لي فتره طويله خارج العراق. فشفت يعني جيل متحرك حقيقه وشباب اذكياء وعندهم فكر ومتابعين امريكا ومتابعين بريطانيا ومتابعين كل شيء يعرفون. دول شباب ما كل يستهزئ بهم بعض القاده، كل شيء يعرفون. فلذلك انا شخصيا اتمنى انه يعني حتى كمال عارس الحزب الديمقراطي كسر هذا القضيه بايدن وجابه واحده شابه يعني، وبدا يطرح فكره انه لان رئيس احدى الولايات عمره 67 سنه انسحب مقابل هذا، قال انا عمري 67 سنه خاف اصعد للحكم يقولون كبير. فهمتنا شلون؟ يعني العالم يجب ان يحكمه الشباب، وايد قادر العالم. هاي جاسيندا كانت هنا عندنا بنيوزيلندا عمرها يمكن 37 36 سنه وافضل حاكمه حكمت بتاريخ نيوزيلندا، هي هاي البنيه على اي حال. طيب يعني اجيب باختصار عن سؤال جنابك استاذ نصير، الوضع متأزم جدا. اليمين هو الذي يحكم الشرق الأوسط، الفكر اليمين يعني اليمين في إسرائيل واليمين في مناطق يعني. فهمتني شلون؟ وهذه المشكلة. أنا حتى من قلت هنية كان ينتمي يمثل اليسار في حماس أو في حركة الإخوان، لأن كان يعني عنده رمزية بقواعد، ولكن حينما عزين هنية من راح يجي؟ راح يجيك واحد متطرف السنوار له واحد من دولة يميني يعني. فهمتني شلون؟ فلك أن تتخيل كيف سيصبح شكل المواجهة. يعني ماكو تيار وسط موجود بالمنطقة، حيتأثر بالعراق، والعراق سيتأثر بالثنائية الأمريكية الإيرانية. إذا أمريكا أخذت موقف ويا إسرائيل فالعراق ممكن أن يتحول إلى ميدان، لأن إيران لا تقاتل على أراضي. بس هذا اللي هذا اللي خوف العراق فقط، هاي المخاوف بهذا الاتجاه فقط. لا، وعدم انضباط يعني الفصائل تعمل كيف يعني. يجب أن يأخذ الجيش العراقي ورئيس رئيس الوزراء العراقي اللي هو قائد العام قوات المسلحة القرار الأمني. ماكو دولة بها قرار الأمن مزدوج، ماكو يعني، هو بس بالعراق ما صار عندنا. جيد. فهمتني شلون؟ فهم مش كسر يا سيد الياسر. إذا قرر الجيش العراقي أن ندخل حرب مع إسرائيل كلها نطلع ونقاتل إسرائيل. جيد ممتاز. بس مو يجي يعني يجي يضرب كيفه ويحرض أمن دولة كاملة وشعب. طيب. كامل أكثر من. جيد شكرا لحضرتك سيد. جيد شكرا لحضرتك سيد أحمد الياسري. جيد شكرا لحضرتك سيد أحمد الياسري مدير المركز العربي في استراليا. سياده النائب انتهى الوقت، انتهى سريع واكم والله حلو صح ولا مو صح؟ 50 دقيقه توقعت انا عندي بعد وقت. انت بس ملاحظه اخيره.
أنا أقول ما نريد نقحم الجيش العراقي والحكومة العراقية أكيد. بحرب وهذا والحرب يعني ربما تكون غير متكافئة، حرب الدرونات وحرب عن بعد، وإحنا جيشنا شفنا يعني في داعش شبه اللي انكسر، ولولا أنه الفتوى والحشد كتفا بكتف، واليوم عاد قوة والحمد لله والشكر، لكنه اليوم أكو حلول أخرى بديلة. الضغط السياسي، الضغط الوساطي، بس بشكل سريع تعرف شنو النقطة اللي طرحها السيد الياسر مهمة جدا أيضا. نعم. قال لك على أن يكون هناك لاجد القرار الثنائي. أنا برأيي حضرتك ممكن تقدم مقترح عذرا، وأعرف مدى يعني إمكانيتك وجهدك وعملك البرلماني، جيبوا رئيس وزراء وقل لا تشتغلوا بالثنائية خلاص. مو هذا اللي إحنا قلت لك، التوصيات خرجت تخرج تطلع من الحراجة العسكرية، تتجه الحراجة الدبلوماسية والسياسية. اليوم أكو وسطاء، العراق مو بمعزل من العالم، أكو وساطة خليجية جي. ضغط على امريكا، اكو وساطة موجوده جيد. اليوم عندك المال، اي الوقت بعد استخدم المال والنفط. شكرا حضرتك مره اخرى سياده النائب. سيد ياسر اشكرك مره اخرى، واشكر مره اخرى سيد النائب هيثم الزرقاني نائب عن تحالف الاساس، اتمنى كل التوفيق. تحياتنا لحضرتك. مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعه، نشوفكم بكره ان شاء الله، الى اللقاء.